لا تخافوا من الفوضى أهلي وإخواتي وأحبابي، لا تخافوا من الفوضى، ما في فوضى، ما في فوضى، لا يخوفكم من الفوضى، لا يزرعوا بروسكن أفكار بس لحتى تضلوا مرعوبين ومتلطايين ورا ظهرهم. وي والله يا سيدنا شو ما عملت فينا ضل حيمينا. هذا ما تبقى لعائلة أسد لإرهاب السوريين في الساحل والقرى الموالية. إن سقط بشار ستعم الفوضى ويكون الفراغ والجوع والضياع، فهل هذا صحيح؟ أم إن الأمر يتجاوز تجويعك وإذلالك بخبز أبنائك إلى استعبادك لحمل كرسي بشار وحيتانه؟ وإلا فمصيرك الاعتقال والتهديد بالفوضى، أو كما أوهموكم برفع الحماية عنكم؟ بس لحتى تضلوا مرعوبين ومتلطايين ورا ظهرهم. وي والله يا سيدنا شو ما عملت فينا ضل حيمينا. أنت حيمينا، ولكن ما خرجك تحمي، لكن تولا ما خرجت تحمي، نحن اللي حمينا لك بغبائنا، بغبائنا نحن اللي حميناك. هذا الخطاب يقوله الناشط العلوي ماجد دواي ابن الساحل السوري والأدرى بأحاديث. حاجز الخوف انكسر يا جماعة، حاجز الخوف انكسر، خلاص خلاص ضلت البحر، صار للكل واضح مدى هشاشة هشاشة هالشي اللي حيكمنا وداعس علينا. ولأن حاجز الخوف وفق تعبير دواي كسر فعليا، نبقى في الحلول العملية لإنقاذ ما تبقى. والبداية وعلى فرض أن تدمير بشار وعصابته ل75% من الحواضر والمدن والمنشآت السورية هو الاستقرار والصحيح، وبيع معظم مرافئها وحقولها وفوسفاتها لإيران وروسيا هو الذكاء والسليم، وقتل 2,000,000 وتهجير 14 مليونا هو الحكمة. أما النهب والسلب والإذلال والتركيع والتجويع وراتب ال10 دولارات هو المكرمات بعينها. فماذا تبقى لمعنى الفوضى التي يهددكم بها بشار وعصابته؟ هي وسقط النظام، سقط، سقط النظام، راح بشار. طيب شو البديل؟ تفضل، لأنه بات الواوي محتكرين السلطة عنا من 50 سنة، من 53 سنة محتكرين احتكار، أنه خيي ما حدا بيتعاطى بالسياسة والرؤساء والدول الخارجية والكذا والبطيخ المسمر غير أنا والشلة القريبة جدا مني، هدول بس بيتعاطوا فيها على عيني وراسي. قال عندوني لعند الله اللي خلفوك. هل نحن سوريا الولادة ما عنا بدي؟ إذا راح هذا بات الأسد خيي راح، البلد بتتعمل فوضى؟ لا يا حبيبي، ما بتتعمل فوضى. مرق كتير ناس رجال دولي من الطراز الأول الرفيع، رجال دولي حقيقيين يبنى عليه ويتكل عليه ويعتمد عليه، أصحاب ضمائر وأصحاب مواقف مشرفة. خي شو رأيك برياض حجاب؟ إيه نعم، رياض حجاب، نعم نعم، رياض حجاب كان رئيس وزراء سوريا. هذا مثال لسوريا الولادة المهندس رياض حجاب، أو وفق تعبير الناشط ممن عاينه أبناء الساحل عندما كان محافظا للاذقية. بدك يقوله بس هذا شف لي تاريخه، بس مناته كان محافظ اللاذقية، إخواتي أهل اللاذقية شفتوا منه ولا كل خير؟ ما في محافظة استلمها إلا العالم شكرت منه. عم بحكي بس كاسم كرئيس محنك الزلمة، صاحب خبرة وعنده علاقات ماشي، وفي أسماء تانية بس أنا عم بطرح اسم هلا. مثلا بدها تيجي ناس بوزارات متعددة، الأستاذ غسان جديد. هذا مثال آخر، وهناك مئات الأمثلة وحتى الآلاف. والمهم دعكم من إرهاب تلك العائلة وعصابتها لتبقوا خزانا جائعا لخدمتهم. وعلى سبيل مثال وجانب آخر، ونبقى هنا بما نشره وكتبه أبناء الساحل، هذا ما قاله ابن جبل الناشط أحمد إسماعيل عن الفوضى في إدلب قبل أن تعتقله عصابة أسد بتهمة الاعتراض على نهبه وتجويعه. طب ليكن بعتوا كل بنظركم وفق علامكم الإرهابيين إلى إدلب؟ طب ليك إدلب منورة كلياتها، بدك تقلي تحت احتلال؟ طب معناتها ما تزعل مني، يعني ما حد يزعل مني، معناتها الاحتلال بيجيب النور وأنتوا بتجيبوا الظلم يعني. في المقابل هذه السويداء بعد انتهاء مظاهراتهم المطالبة بالحقوق والكرامة وإسقاط بشار، وانظروا هنا جيدا لحجم الفوضى في هذا المشهد المصور. أي نحن بس موعدنا الشباب، ما موقف حضاري. يلا حيك وأمير، يلا حيك، يلا حيك. وقفة تضامنية مع أهلنا في السويداء. أما في إدلب فانظروا واسمعوا لأبنائها الثوار والناشطين وحجم الفوضى في ردهم على إخوانهم في السويداء من أجل بناء سوريا المستقبل، وطبعا لا سوريا الأسد أو نحرق البلد. من هنا من إدلب الخضراء، هنا السويداء، من أجل وطن واحد، شعب واحد، دولة قانون وحرية وعدل ومساواة.